أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتحدث اليوم عن الثورة العربية الكبرى، ونتعرف فيها على قائد الثورة العربية الكبرى، وأسباب الثورة العربية الكبرى، ومتى حدثت، ومن شارك فيها. لنقرأ معا. كانت البلاد العربية تتبع الدولة العثمانية. إذا من كانت تتبع البلاد العربية؟ كانت تتبع الدولة العثمانية. وفي آخر حكمها مارست بعض الفئات الظلم على العرب، وحاربت لغتهم العربية، وأهملت شؤون حياتهم. إذا هنا نتعرف على أسباب الثورة العربية الكبرى. إذا ما هي أسباب الثورة العربية الكبرى؟ أسبابها الظلم على العرب، إذا ظلم العرب، محاربة اللغة العربية، وإهمال شؤون حياتهم. هذه كانت أسباب الثورة العربية الكبرى. اجتمع أحرار العرب وقرروا الذهاب إلى الشريف الحسين بن علي. إذا لمن ذهب أحرار العرب؟ ذهبوا إلى الشريف الحسين بن علي. لماذا ذهبوا إلى الشريف الحسين بن علي؟ ذهبوا إلى الشريف الحسين بن علي لكي يخلصهم من الظلم. لماذا ذهبوا إلى الشريف الحسين بن علي دونا عن غيره؟ لأنه كان يتصف بالحكمة والشجاعة وحسن التدبير. فقاد الثورة العربية الكبرى في تاريخ 10/6/1916. إذا هذا التاريخ مهم. إذا تاريخ الثورة العربية الكبرى 10/6/1916، وانتصر العرب بقيادة الشريف الحسين وأبنائه. إذا من هم أبناء الشريف الحسين بن علي؟ علي وعبد الله وفيصل وزيد. السؤال الأول، إلى من ذهب أحرار العرب ولماذا؟ ذهب أحرار العرب إلى الشريف الحسين بن علي. ذهبوا إلى الشريف الحسين بن علي لكي يخلصهم من الظلم. ماذا فعل الشريف الحسين؟ قاد الثورة العربية الكبرى. انظر إلى الصورة. نتعرف الآن إلى علم الثورة العربية الكبرى. يبدأ باللون الأسود، ثم الأخضر، ثم الأبيض، والمثلث أحمر، بعكس علم الأردن. علم الأردن أسود، أبيض، أخضر، والمثلث أحمر، وبداخله نجمة. لنكمل معا. أكمل الفراغ في العبارات الآتية. قائد الثورة العربية الكبرى هو، إذا هذا مهم جدا. إذا قائد الثورة العربية الكبرى هو الشريف الحسين بن علي. إذا لنتعرف أن قائد الثورة العربية الكبرى هو الشريف الحسين بن علي. أبناء الشريف الحسين بن علي هم علي، عبد الله، فيصل، زيد. إذا أبناء الشريف الحسين بن علي هم، نحفظهم الأربعة، علي وعبد الله وفيصل وزيد. ثلاثة، انطلقت الثورة العربية الكبرى بتاريخ 10/6/1916. حفظ هذا التاريخ جدا مهم يا ثاني. سميت الثورة العربية الكبرى بهذا الاسم. إذا لماذا سميت الثورة العربية الكبرى؟ لمشاركة جميع العرب فيها. إذا جميع العرب شاركوا في هذه الثورة العربية. خمسة، كانت البلاد العربية تتبع الدولة العثمانية. إذا البلاد العربية كانت في هذه الفترة تتبع الدولة العثمانية. أحسنتم يا ثاني. الآن ما الفرق بين علم الثورة العربية وعلم الأردن؟ كما قلنا سابقاً، علم الثورة العربية الكبرى، انظر إلى الصورة، من الأعلى أسود، ثم أخضر، ثم اللون الأبيض، والمثلث أحمر. وعلم الأردن على اليسار أسود، أبيض، أخضر، والمثلث أحمر، وبداخله نجمة. إذا الفرق بين علم الثورة العربية وعلم الأردن، نقول يختلف ترتيب اللون الأبيض والأخضر.
يختلف ترتيب اللون الأبيض والأخضر، وأيضا علم الثورة لا يوجد فيه نجمة، وعلم الأردن يوجد فيه نجمة، النجمة السباعية. السؤال اللي بعده، ضع دائرة حول صورة قائد الثورة العربية الكبرى بعد كتابة الأسماء. الصورة الأولى يا ثاني صورة من؟ صورة الملك عبد الله الأول. الصورة الثانية صورة الشريف الحسين بن علي. الصورة الثالثة صورة الملك عبد الله الثاني ملكنا حاليا. الآن من هو إذن قائد الثورة العربية الكبرى بينهم؟ هو الشريف الحسين بن علي. أحسنتم يا ثاني. نستطيع مشاهدة نماذج من الملابس والأسلحة التي تمثل تاريخ القوات المسلحة منذ الثورة العربية حتى وقتنا الحاضر في متحف صرح الشهيد. انظر إلى الصور، هذه صور صرح الشهيد، وهذه صور بعض من المتحف صرح الشهيد، بعض الملابس وبعض الأسلحة. طيب أين يقع صرح الشهيد؟ يقع صرح الشهيد في العاصمة عمان في المدينة الرياضية. لماذا شيد هذا الصرح؟ شيد هذا الصرح لتخليد ذكرى الشهداء، لكي نخلد ذكرى الشهداء. الآن نختم حصتنا لهذا اليوم بألون علم الثورة العربية الكبرى بألوانك الجميلة عزيز الطالب، ويعطيكم العافية. نلتقي إن شاء الله في الحصة القادمة.